إذاعة سلطنة عمان تقدم. أهلا بشهر الصوم من شهري، أهلا بالناطق المحمود في الذكر، أهلا به وصيامه وقيامه، خير الشهور وسيد الدهر، خير الشهور وسيد الدهر. رمضان، رمضان في أدب أهل عمان، في أدب أهل عمان، في أدب أهل عمان. برنامج يومي يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، ينفذه المخرج علي بن عبد الله العجمي. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رمضان في أدب أهل عمان، وفيها نستأنف قراءتنا لبعض القصائد العمانية التي قيلت بمناسبة غزوة بدر الكبرى، وتعرف أيضا بيوم الفرقان، وقد وقعت في 17 من رمضان في العام 2 من الهجرة. من هذه القصائد العمانية قصيدة للشاعر الشيخ ناصر بن سالم المعولي، ولد في قرية حبرة من قرى ولاية وادي المعاول سنة 1923 ميلادية. له ديوان مطبوع بعنوان الدر المنظوم في شفاء الهموم. يقول المعولي في قصيدة له بعنوان ذكرى يوم بدر: ألا ذكر وليس كيوم بدري، غداة شرفت بأجل ذكري، بها الرحمن أكرم مصطفاه النبي وصحبه بأعز نصري، غداة الجمعة الزهرة لسبع وعشر قد مضت من خير شهري، أباد المشركين بسوء قتل بأيدي المؤمنين وسوء أسري، أمد الله أحمد إذ دعاه ملائكة أولي بيض وسمري، يأمهم الأمين على جياد مطهمة بمتن الأفق تجري، هنالك أخزي الجبار عمرو وشيعته العتاة بغير نكر، هم سبعون ذاقوا الموت مرا بأيدي المؤمنين بأرض بدر، ومثلهم جبابرة أسارى غدوا كالبهم موثقة بقسري، ولولا الاختلاف هناك فيهم لأمسوا تحت أصلاد وعفر، رأى عمر ونعم الرأي منه بأن تلقى رؤوسهم ببدر، ولكن اختلاف الرأي أرخى عليهم للحياة رداء عمري، وذاك هو الذي ظل النبي الأمين لأجله للدمع يذري، وصاحبه أبو بكر بكى من بكاه وذاك أكرم كل بر. هنا الفاروق قال: أيا رسول الإله لما البكى، ما كنت أدري. فقال المصطفى:
من أجل رأي رآه سواك فيه قضيت أمري. بذا أوحى الإله إلى النبي الكريم معاتبا في خير ذكري، وساروا بالأسارى في وثاق لطيبة لم يفكوا دون أمري. فإما يدفعن عنهم فداء وإلا يقتلوا صبرا ببتري. وأما الهالكون اللد جروا إلى قعر القليب بغير شجري. هناك المصطفى نادى أولاك الجبابرة الذين قضوا بخسري، فقال لقد وجدت النصر حقا فهل أنتم وجدتم غير شري؟ وقيل له أتدعو من أبيد وهم جثث أذيقوا طعم صبري؟ فقال لصحبه هم يسمعون النداء وأنهم في غل قهري. فسبحان الذي أفنى الأعادي وأجرى للرسول سري نصري، له الشكر الجزيل مدى الليالي على آلائه ما الشمس تجري. وذات غداة عند البيت وافى عمير النجل مقتول ببدر، هو الموتور صفوان المفدى سليل أمية الغاوي الأشر. فصارا يذكران وطيس بدر وما غشاهما من وقد جمر، لأن سراتهم قتلا أبيد وبعض في الوثاق رهين أسري. فقال عمير يا صفوان لولا علي لعمر دين غير نزري، ولي ذرية ضعفا صغار ولا قوت لهم من أجل عسري، لسرت إلى محمد أقتلنه بقتلانا فأشفي منه صدري. فقال له الفتى صفوان هذا علي جميعه إن كنت تسري، عيالك يا عمير لدى عيالي ودينك سوف أقضيه بيسري. فسار عمير ممتطيا ذلولا وفي يمناه ذو حدين يفري، يماكر نفسه يرجو فكاك ابنه إذ كان ثم رهين أسري. فلما مسجد المختار وافى ورام وفاء مطلبه كنذري، رآه أخو الهدى عمر فألقى حمالة سيفه منه بنحري، وجاء يجره نحو الرسول الكريم وحوله آساد كري. فقال أيا فتى الخطاب دعه ويا هذا تقدم دون ذعري، فتى وهب لماذا جئت قل لي وأصدقني تنى الأضعاف بري. فقال أتيتكم أرجو فكاك الأسير وعفوكم لا زال ذخري. فقال المصطفى ما بال هذا الحسام بجيدك العاتي المجري؟ فقال أيا محمد قبحت من سيوف ما لهن فتيل قدري. فقال المصطفى بل جئت نحوي لتقتلني بقتلاكم ببدري، أما واطيت صفوانا بهذا حذاء الحجر عن شرط ونذري؟ كفاك مؤونة الأولاد منا وأدى ما عليك غدا لعمري. هنا بهت الفتى وأذاع سرا طواه فؤاده عن كل حري، وآمن بالإله وبالرسول المؤيد بعد عدوان وكفر. وتلك سعادة سبقت عليه عفت ما كان فيه من التجري. ولما أن أراد العود نحو العتيق وأهله في حسن وفري، كساه المصطفى فضلا ومنا بإطلاق الأسير له بيسري. ولما لم يجد صفوان منه المراد رماه عن حقد بهجري، ولم يسلم فتى المقتول إلا زمان الفتح وهو أسير ذعري. أراد بأن يموت بلج بحر من الخوف الذي إياه يدري. فسار إليه صاحبه عمير بأمن المصطفى من كل غدر. وعكرمة كذا ألقى عليه الرسول رداء أمن مستمر. ويوم الفتح آمن أهل أم القرى طرا ونالوا فضل أجري.
وهم قد كذبوه وأخرجوه وراموا قتله بدسيس مكري، فنجاه إله العرش منهم وآواه إلى كرم وخفر، عليه صلاة ذي الآلاء تترى دواما ما شذت نفحات زهري، وكل الآل والأصحاب منهم لديه كأنهم هالات بدري. كانت تلك قصيدة بعنوان ذكرى يوم بدر للشاعر الشيخ ناصر بن سالم المعولي. كنتم مع رمضان في أدب أهل عمان، في أدب أهل عمان، في أدب أهل عمان. برنامج يومي يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، ينفذه المخرج علي بن عبد الله العجمي.